شبكة تلفزيون الحياة قررت تجديد تعاقدها مع الوكيل الإعلاني شركة ميديا لاين لخمس سنوات أخرى. يا ترى هذا التجديد إيه معناه بالنسبة لسوق المشاهدة التلفزيونية في مصر؟ وكان إيه يا ترى أهم الأسباب اللي استند عليها التحالف ما بين شبكة تلفزيون الحياة وميديا لاين؟ معايا دلوقتي على التليفون مباشرة الرئيس التنفيذي لميديا لاين الأستاذ علاء الكحكي. أهلا بيك أستاذ علاء، مساء الخير. أهلا بيك أستاذ معتز، إزي حضرتك؟ الحمد لله كله تمام. متهيألي السؤال ببساطة، طيب إن شاء الله يعني أكيد أنتوا قضيتوا فترة من النجاح مع بعض كميديا لاين والحياة، وفي تجديد لخمس سنوات أخرى، السوق ده بالنسبة لها بيعني إيه؟ والله الأول الحمد لله على فضله وعلى نعمته وعلى التجديد بشكل عام، وبشكر الدكتور سيد البدوي والأستاذ محمد عبد المتعال كل العاملين في شبكة تلفزيون الحياة وشركة كجمة ميديا. هو إجمالا الخطوة اللي اتخذت دي كانت استمرارا للنجاحات اللي حصلت في 3-4 سنين اللي فاتوا. الحمد لله كنا كل سنة في تطور من نجاح لنجاح، الأرقام بتتضاعف، المبيعات بتزيد، حجم المشاهدة بيزيد بشكل حقيقة للأمانة أسرع بكتير من تطور الأرقام أو الريفنيو الإعلاني أو الدخل الإعلاني. لكن الحمد لله إحنا السنة دي كنا متوقعين أرقام كبيرة، ولكن نظرا للظروف اللي مرت بيها البلد كان متوقع إن كل الناس تخسر أو يحصل انحسار غير طبيعي في الأرقام. لكن بفضل الله إحنا حافظنا على أرقامنا بتاعت السنة اللي فاتت وزدنا عنها بشكل ملحوظ. يعني في زيادة في المبيعات في ظل إن السوق في نفس الوقت اللي فيه السوق الإعلامي نازل بشكل عام 90%. طبيعي طبعا. لحد ما وصلنا لحد شهر رمضان الحمد لله حققنا أرقام مبيعات أكثر من السنة اللي فاتت، أخذنا في الاعتبار إن إحنا ضغطنا النفقات بشكل كان ملحوظ جدا، وده أعتقد إنها كانت العلامة الفارقة. إحنا كنا متفقين على التجديد، ولكن طبعا بطبيعة الحال كل واحد من حقه إن هو يدرس حجم الاستفادة من الطرف الآخر. الحمد لله العلاقة ما بيننا ما بتقفش عند العقود بس، كمان الحقيقة العلاقة شخصية، وأعتقد والله أعلم وشرف لي إن أنا يعني شريك من شركاء النجاح مع الدكتور سيد الأستاذ محمد عبد العال وفريقه المساعد. من يوم ما ابتدى تلفزيون الحياة أساسا وإحنا كنا بنخطط من قبليها بشهور. طب أستاذ علاء، طب تمام، كلام جميل جدا عن العلاقة الناجحة وهذه الشراكة منذ أن بدأت وخرجت للنور شبكة تلفزيون الحياة لغاية دلوقتي. لا تعالى نتكلم شوية على المشروع في المستقبل، إيه اللي ناويين تعملوه في المستقبل في ظل هذا التعاقد أو التجديد؟ والله بص يا معتز هقول لك على حاجة، ومعلش اسمح لي بما إن أخويا الكبير يعني أقول لك معتز أنا آسف يعني. لا 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 مفيش مشاكل، اتفضل. أنا عايز أقول لك إن المشروعات اللي إحنا شغالين عليها 2012 أعتقد إنها تربط ومحط جمهور المشاهدين في كل يعني على كل الأصعدة يعني. تمام. سواء كانت رياضية أو فنية أو سياسية. ولكن طبعاً يعني غير وارد إن إحنا نتكلم عليها، طبعاً أنت أخونا الكبير وأعلى وأدرى الناس يعني مش هتكشف عنها، لكن كل اللي أقدر أقوله لك إن إحنا متوقعين مضاعفة الأرقام في سنة 2012 إن شاء الله بإذن الله. تمام. خصوصاً بعد الخطوات الثابتة اللي بتتحرك بيها شبكة تلفزيون الحياة. بشكل عام في حجم المشاهدة اللي بتتطور يوم بعد يوم، والحصار جزء من المنافسين كبير جدا، والحياة الحقيقة بتثبت رجليها يوم بعد يوم. فأنا حابب أقول لك إن إن شاء الله بإذن الله الأرقام اللي جاية هتكون مذهلة وأكبر من كده بكتير إن شاء الله. تمام، بشكرك جدا على هذه المداخلة الأستاذ علاء الكحكي المدير التنفيذي لشركة ميديا لاين اللي جددت شبكة تلفزيون الحياة تعاقدها معاها لخمس سنوات أخرى. كل التوفيق لهذا التحالف في تحقيق يعني ما يرضي طموح السوق التلفزيوني والسوق الإعلاني وطموح المشاهد المصري والعربي في المقام الأول. ندخل بقى في الجد عشان دلوقتي احنا قاب قوي